مساء الخير عليكم جميعا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل صحه وحال. هقول لكم النهارده ان شاء الله حاجه تحفه خيال وسهله قوي، خاصه جدا ومناسبه جدا جدا للحاله الطاقيه اللي احنا بنمر بيها الفتره دي، وسرها مش عايزه اقول لكم. باتع باتع، هقول لكم كل حاجه عنها النهارده باختصار وعلى طريقه تحضيرها التافهه جدا بمعنى الكلمه. بس اقول لكم ملحوظه كده صغيره الاول عشان تعرفوا انا جبت لكم ليه الحاجه دي النهارده. طبعا الطاقه اليومين دول دمها تقيل جدا، وفي حجب روحاني حصل فجاه على اغلب الناس رغم ان هم كانوا ماشيين صح، والموضوع ده ملوش دخل بكسوف الشمس ولا اي حاجه على فكره. المهم يعني بعد ما كانت الفتره اللي فاتت فيها روحانيات مزدهره وكشوفات مناميه وطاقه روحانيه كويسه، حصل انتكاسه من اسبوع تقريبا. ما تقلقوش، هي الروحانيات كده مش لازم تكون لازقه فينا طول الوقت، بس الافضل ان هي تكون مشت بمزاجها وترجع بمزاجها، مش انت اللي تمشيها. انت ممكن تمشيها بدون قصد منك على فكره، بترددات منخفضه، سلوكيات وافكار ومشاعر يعني تحت شويه، قله تركيز، تشوش بصيره، صحه ملخبطه، وحاجات من هذا القبيل. طب نعمل ايه كروحانيين عشان نرجع تاني للسمو الروحاني بتاعنا، وعشان ترجع قدراتنا الروحية في الفترة المهمة دي، لانها فترة مليانة انكشافات وحقائق واقنعة عمالة تقع واحدة ورا التانية. عشبة الناردين هي الحل. ايوة، العشبة اللي الناس الكتير اتكلموا عنها الفترة اللي قبل اللي فاتت، العشبة دي اللي موجودة في كل العطارات، ولو لا قدر الله مش موجودة، وده احتمال يعني مش وارد أصلا، هتلاقيها في أمازون موقع إلكتروني أو آي هيرب. بس إن شاء الله ما تلجأوش لدول، لأن هي فعلا بتتباع في كل مكان عند العطارين الكويسين. وكمان اتكلم عليها العلماء والروحانيين وقنوات يوتيوب قبل كده، بس قبل ما حد إيه يقول إن ده دجل وياي وكده، لأ، هو اتكلم عنها الدكاترة والصيادلة العلماء الأول، وبعد كده اتكلم عليها الروحانيين، ماشي؟ يعني كبة حتة بقى عشبة يا جدعان. مش عايزة اقولكم عليها شوية فوائد روحانية وطاقية وجسدية ما اقولكوش، ومفيش بلد ما فيهاش العشبة دي، عشان محدش يقولي اعذار. لا، العشبة دي موجودة في كل بلد، ليها اكتر من اسم، مرة عشبة الناردين، مرة عشبة حشيش الهر او حشيش القط، او عشبة سنبل العصافير، او السنبل الرومي، او فاليريان. انتوا اكتبوها كده في جوجل هتلاقوا كمية مسميات قد كده فيها. وفي اللي بيقولوا عليها العشبة الساحرة او عشبة السعادة، عشان كده يا جماعة تعتبر ايه، حشيش بس حلال. يعني عيبها الوحيد بس ان ريحتها استغفر الله العظيم مش حلوة، لكن للضرورة احكام بقى. هنعمل ايه؟ نيجي بقى لفوائدها الجبارة، ويا رب بقى محدش يدمنها ويهمل تطوير روحه أو يترك أوراده ودروسه الروحية بسببها، عشان هي فعلا قوية جدا في الفتوحات الروحانية وكمان في الفوائد الجسدية. نمسك بقى الفوائد الروحانية وما يقابلها من الفوائد المادية الجسدية. أول حاجة إنها بترفع طاقتك الروحية جدا جدا جدا، لدرجة من كتر ما بترفعها أنت بتحس إنك الله أكبر كده، مبسوط قوي. أنت مش عارف أنت مبسوط ليه، بس هو مبسوط وخلاص. هي ما تسمتش عشبة السعادة من فراغ، وما بيتقالش عليها حشيش حلال كده اعتباطا، وعلميا فعلا هي بترفع الدوبامين وهرمون السعادة في الجسم بشكل كبير جدا. طب وإنت كروحاني مطلوب منك أصلا لأن أنت تكون سعيد؟ طبعا مطلوب منك جدا ان انت تردداتك تكون مرتفعة ومبهجة. احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت ان كل ما تردداتك وطاقتك بتنخفض بالحزن والكآبة والغضب وكل الحوارات دي، طاقتك مش هتجيب لك اي نتيجة روحانية. طب هتستفيد ايه لما طاقتك ترتفع وتكون منعنش كده وفرفوش؟ ان هالتك طبعا هتكون قوية في جذب اهدافك، وهتلاقي الحاجات اللي انت بتحبها بتجيلك بسهولة، بل وبتأثر على اللي حواليك كمان. وياريت الكل يشرب معاكم يعني في القعدة، بس ما عدا الأطفال الأقل من 7 سنوات، عشان الأطفال أصلا نشطين روحانيا وما ينفعش معاهم الحاجات دي. طيب بتعمل إيه تاني العشبة الساحرة دي؟ قوية جدا زي مشروب القرمز اللي أنا اتكلمت عنه قبل كده، بتنظف البصيرة جدا جدا، فبيزيد عندك الحدس، بيزيد عندك قدرة قراءة الأفكار، حاسة التخاطر وكل الحاجات بقى الماورائية دي، والتواصل مع الكائنات الخفية كمان، لأنها علميا أصلا بتزود صفاء الذهن وبتخلي العقل في حالة يقظة قوية جدا وفعلية. وإيه كمان؟ بتلاقي الكشوفات المنامية نازلة عليك بترف كده،
بتلاقي الرؤى واضحة ومفيدة وبتصحى فاكرها، ولو بتعمل استخارة بتجيلك الإجابة مفهومة والدنيا زي العسل. ليه؟ لأنها أصلا علميا بتزود التركيز جدا، بتخليك تعرف تربط الرسائل الكونية ببعض وتفهم الردود الإلهية اللي بتجيلك، بتخليك مركز كمان قوي في شغلك وفي حياتك وما بتنساش. حتى شركات الأدوية بتستخلص منها وبتدخلها في أدوية الزهايمر. طيب، بتمنع كمان الوسواس القهري وبتخليك فايق لروحك كده. ولو انت من الناس اللي بتنسى كتير وبتشك في الحاجة اللي انت بتعملها، يعني مثلا تقول ايه، هو انا صليت العصر دلوقتي 4 ركعات ولا 3 ركعات؟ طب وانا نازل من البيت خدت مفاتيحي ولا لا؟ طب قفلت التكييف قبل ما انزل ولا لا؟ عارفين انتوا حالة التوهان دي، ان انت تبقى عامل حاجة وعمال تشك فيها 3000 مرة، هي بتقضي عليها. والله انا مش ببالغ، العشبة دي هدف كل شركات الأدوية بيستخدموها وبيعملوا منها أقراص كمان، برشام يعني. بس أنا بنصحكم إنكم تاخدوها بطبيعتها كده، بالطريقة اللي أنا هقولكم عليها بعد شوية، عشان الأقراص بيدخل معاها مواد كيماوية وبيخلوها غالية في السعر. بتفيد جدا كمان لمشاكل الدورة الشهرية للبنات، بتزبط لهم الدورة، بتخليها تيجي كمان في المواعيد بتاعتها صح، بتزبط لهم الهرمونات بشكل عام. مش بس كده، كمان بتقلل الألم بتاع الدورة للبنات اللي بتبقى عندهم الدورة دي عبارة عن ألم لا يحتمل، وبتقضي على الاكتئاب، وبتلاقي نفسك تشفيت بسرعة من العلاقات السامة، بتخليك تنام كويس جدا وبعمق رهيب، وبتدخلك على طول على موجات العقل الباطن اللي بتخليك تشوف منامات صحية تفيدك في حياتك الواقعية، بتقضي على حالات الشد العضلي والنبض المتنقل في الجسم. الناس اللي بتصحى فجأة من نومها عشان مثلا رجلها حصل فيها شد عضلي او درعها ويقعدوا يصوتوا، او في مشاكل في طاقة الجسم عموما وحاسين بنبض مزعج في الجسم كله او في اماكن معينة في الجسم، هي بتقضي على كل ده. بتقلل كمان بشكل كبير جدا نسبة الاصابة بالامراض الجسدية والروحية. انا عمالة احصر فوائدها، يعني ملهاش حصر بصراحة، ده انا محتاجة كده حلقة 2 3 ساعات. بصوا، عشان اريحكم اكتبوا عشبة الناردين الساحرة في اليوتيوب ولا في اي مكان في جوجل مثلا، وشوفوا الدكاترة متكلمين عنها ازاي، حتى قنوات الصيادلة متكلمين فيها. وعارفة كويس ان في كتير منكم بيسمعني وشاف العشبة دي وجربها كويس. طيب، الاغلبية كلهم متكلمين ومتجربين عنها كويس، بس ممكن نسبة 1% ما يحصلش معاهم حاجة من اللي أنا قلتها، لأن مفيش حاجة مطلقة إلا الله سبحانه وتعالى. بس أنت إن شاء الله حظك يطلع من 99%. طريقة تحضيرها بقى التافهة اللي بقولكم عليها، بتجيب حبة صغيرين كده قد معلقة شاي. هي أصلا يا جماعة العشبة بتكون الجذور بتاعتها هي اللي بنستخدمها، مش العشبة نفسها، الجذور بتاعتها. فالجذور بتاعتها لونها بني كده، واللي بقولكم عليها ريحتها مش لطيفة، يا إما بتطحنها يا اما بتاخدها زي ما هي كده، ما بتفرقش، المهم على قد معلقة شاي. خلاص، المعلقة الصغيرة دي بتحطها في كوب من الماء وتخلي الماء ده يغلي بيها كده 5 دقايق، وبعدين اشرب المشروب بس بعد ما تصفيه، يعني ما تشربش المية وهي لسه جواها، لا صفي المية الاول. عايز بعد كده تحلي المية دي بسكر او عسل نحل براحتك، اشربها كمان في الوقت اللي يعجبك وعلى مزاجك وعدد الايام كمان اللي يعجبك برضو، يعني شوف انت هتكتفي منها امتى. بس انا انصحك تستخدمها في الاوقات اللي فيها الطاقة بتاعتك منخفضة وانت مكتئب، زي مثلا اليومين دول، عشان لو فضلت تشربها عمال على بطال كل يوم، ممكن جسمك بعد كده ياخد عليها ويعمل مناعة ضدها ويخليك ما تتأثرش بيها زي الاول. الحوامل كمان عادي يشربوها، هي اصلا مشروب طبيعي زيه زي اليانسون والكراوية والحاجات دي، واللي عندها الدورة تشربها برضو. بصوا، هي بتتشرب في كل الظروف وفي كل الأعمار وفي كل الأماكن، بس زي ما قلتلكم الأطفال اللي أقل من 7 سنوات بلاش. ملحوظة، الناس بقى المتروحانة معانا من الأول وحاضرين الدروس معانا من الأول هيلاحظوا فرق كبير جدا في روحانياتهم، لكن الناس اللي مش متعلمة روحانيات وداخلين معانا كده من نص الطريق أو شافوا الحلقة دي كده بالصدفة، أنصحهم يشوفوا أول تعليق مثبت أسفل الحلقة، في روابط مهمة جدا لو عايزين يدخلوا الطريق الروحاني. وبس، ودمتم، وأشوفكم على خير ومع السلامة.